بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من واحد من الناس. احنا النهارده ايضا بنبث حلقتنا على الهواء مباشره من استوديوهات قناه دريم في 6 اكتوبر، ويمكن حلقتنا على الهواء نتيجه الاحداث بتخلينا ان احنا لازم يعني نتابع الاحداث ونتواصل مع حضراتكم. لكن عايز اكد على حاجه، ان البرنامج يعود الى طبيعته الاجتماعيه. المؤسسه بدات تتلقى كافه الطلبات الخاصه بجميع المشاهدين على مستوى العلاج. احنا بدانا نتلقى طلبات العلاج، يعني ان شاء الله الحالات المرضيه اللي احنا كنا بدانا فيها احنا متواصلين معها ان شاء الله. واي حالات مرضية ممكن تلجأ الى المؤسسة مقرها في المقطم 60 ميدان النافورة، او على الرقم الاتصال الخاص بالمؤسسة 16450، وده رقم مجانا. ايضا فيما يخص الاكشاك ورؤوس الماشية، احنا ايضا مستمرين في هذا الموضوع، بخلاف ايضا موضوع اصلاح المنازل وتوصيل المياه لبعض المناطق العشوائية. ان شاء الله احنا بدأنا نستمر في عملنا بشكل طبيعي، فارجوكم نتواصل مع البرنامج. اي حد له اي شكوى، يعني ارقام التليفونات بتاعت الزملاء في البرنامج مفتوحة يوميا ما عدا يوم الجمعة، وايضا رقم 16450 ده كل يوم من 9 صباحا ل 9 مساء عدا يوم الجمعة، وفي صندوق بريد للمؤسسة رقم 10 المعطى. النهاردة احنا ايضا بنستمر في يعني تفاعلنا مع الحدث العظيم والرائع، ثورة الاحرار، ثورة 25 يناير. الحقيقة هذه الثورة اللي غيرت تاريخ مصر وغيرت حاضر مصر، وان شاء الله باذن الله هتغير مستقبلنا باذن الله للافضل. اهم حاجة يبقى عندنا ايمان وعندنا صبر، وان شاء الله باذن الله بكرة هيكون أحسن من النهاردة. يمكن قبل ما أبدأ حواراتي مع فقراتنا اللي هنقدمها النهاردة، أول حلقة بتاعتنا حلقة طويلة وفيها ضيوف يعني محبوبين جدا كلكم بتحبوهم، وأتمنى أن كنتوا تستفيدوا جدا من وجودهم معنا. عايز أتكلم عن بعض الأحداث اللي حصلت النهاردة. أول حاجة لفتت نظري وجابت لي صدمة عصبية، صحيفة المصري اليوم النهاردة عاملة في صدر الصفحة الأولى بتاعتها حوار مع وزير الداخلية السابق المتهم بقتل 300 شهيد مصري، المتهم بالخيانة العظمى، المتهم بفتح النار على جميع المتظاهرين في أحداث يناير. عاملين معه حوار في الصفحة الأولى، بيقول إيه هذا اللواء؟ بيقول: لم أهرب من مصر ولم أخضع لأي تحقيقات. قال اللواء حبيب العدل وزير الداخلية السابق أنه لم يخضع لتحقيق أمام أي جهة حتى تلك اللحظة، وأنه لم يدلي بأي أقوال عما حدث أيام المظاهرات، ونفى صحة ما نشر طوال الأيام الماضية سواء عن ممتلكاته أو خضوع للتحقيق. وذكر العدل في تصريحات خاصة لمصر اليوم لزميلنا مجدي الجلاد أن أحدا لم يستدعيه للمثول أمام جهة قضائية، كما لم يطلب منه أحد مستندات أو تقارير عن أيام المظاهرات. هذا الكلام فجيعة في قلوب كل المصريين. لما حبيب العدل يطلع النهاردة بعد مرور أسبوعين على الجريمة البشعة اللي قام بيها ويقول محدش نداني، محدش حقق معايا، أنا قاعد في بيتي وبيتكلم من تليفون المحمول ومحدش قرب منه ولا قال له تعالى ولا روح ولا هات مستندات، تبقى مهزلة بكل المقاييس. وانا من هنا وباسم جميع المصريين اطالب معالي المستشار المحترم محامي الشعب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بسرعة التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد حبيب العدلي، والتهم معروفة. ويعني نقول ايه؟ نقول الناس هيجي لها احباط من هذا الكلام؟ نقول ان احنا بقالنا اسبوعين قاعدين نسمع في الجرائد عن تحقيقات مع حبيب العدلي، وان حبيب العدلي امام النيابه العسكريه ولا امام نيابه امن الدوله، وحبيب العدلي بيحقق معاه، وحبيب العدلي موضوع التحفظ مفاجئ؟ كل هذا الكلام هو نفسه بينفيه، وهذا حديث منشور في المصري اليوم، واجرى الحوار التليفوني معاه زميلنا مجدي الجلاد. دي كارثه، وطار المصريين كله في رقبه حبيب العدلي، والجميع ينتظر القصاص من حبيب العدلي، والجميع ينتظر الانتقام من حبيب العدلي. وانا من هنا باسم المصريين مره تانية بقولها، احنا منتظرين سرعه محاكمه حبيب العدلي، احنا منتظرين. الحقيقه النهارده كمان كان الصبح في لقاء مع
السيد دكتور سمير رضوان وزير المالية كان طلب لقاء مع بعض زملائنا رؤساء التحرير، أنا كنت موجود هناك. الحقيقة هو تطرق لشرح الأوضاع الاقتصادية للبلد النهاردة وتأثير الإضرابات والاعتصامات، واتكلم معنا في موضوعات كتير. عموما أنا حبيت أنا يكون معنا سيادة الوزير على التليفون عشان يقول لنا إيه اللي تم بالظبط. سيادة الوزير مساء الخير. مساء النور. أولا يعني اسمح لي، إحنا بس عايزين نبين للناس النهاردة، أولا في مشاكل فئوية كثيرة موجودة في الشارع المصري يا سيادة الوزير، الناس بتشعر بالظلم، أن سقف المرتبات عالي جدا لا حدود له، والحد الأدنى للرواتب ضعيف جدا. هل توصلتم لحل هذه المشكلة الخاصة بالمعتصمين والمضربين من كافة الفئات المختلفة؟ هو طبعا احنا يعني كنا منشغلين في المقام الأول بتكريم الشهداء، فعملنا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء اللي هو كامل، وثانيا وده حق علينا واحتراما وإجلالا لهؤلاء الشهداء. كما تفضلت، الناس دي لها فضل علينا كلنا انهم أنقذوا هذه الأمة. لكن بعد هذا ان احنا برضو كنا بنحاول عفوا، هو المعاش كام يا فندم؟ المعاش كام؟ 1500 جنيه للأسرة، وهو أعلى من أي معاش في الدولة. ده مدى الحياة؟ مدى الحياة فعلا. أصل في أنباء عندي إن في كمان مبلغ 50,000 جنيه لكل أسرة شهيد، هل ده صحيح؟ لا، إحنا بنصرف المعاش. اللي مالوش اللي يعني في مبلغ إجمالي للي مالوش حد يستحق عنه المعاش أو يتقاضى عنه المعاش، لكن هو 1500 جنيه لكل أسرة من أسر الشهداء. تمام. بعد كده إن إحنا طبعا صندوق التعويضات اللي أديره في هذه الأزمة. وإحنا دلوقتي بقى بنركز على مجابهة هذه المطالبات الفئوية اللي هي نتيجة لتراكمات سنوات طويلة، وإن إحنا زي ما بيقولوا بنحط الأشياء تحت السجادة، والسجادة انترخت بقى لأن فارت. الناس دي لها مطالب، بعضها مشروع بعضها غير مشروع، لكن الناس شايفة ان دي فرصة للاستجابة لمطالب. تمام. جزء منها مشروع جزء منها غير مشروع، لكن لابد ان احنا نتعامل مع هذه المطالبات الفئوية. فاحنا دلوقتي بصدد تقديم لمجلس الوزراء في يوم السبت القادم برنامج قومي للتشغيل والأجور، نحاول نحل هذه المشكلة من جذورها، لأن الحلول الجزئية لا تجدي، وهي واضح أنها لم تجدي. فده اللي احنا بنحاول. طيب دلوقتي في مشكلة يا سيادة الوزير اسمح لي. نعم. فكرة يعني الناس النهاردة بتقول الحد الأدنى ضعيف جدا، وبيشوفوا ان في نفس المؤسسات والشركات والبنوك في ناس بتاخد مرتبات يعني مش نسبة مثلا 1 إلى 30، 1 إلى 300، 1 إلى 500، فما فيش عدالة في المرتبات. هتحلوا المشكلة دي ازاي؟ هل لو انتوا حطوا سقف مثلا للمرتبات حد اقصى وترفعوا الحد الأدنى؟ لا، هو للأسف الشديد ان الحوار اللي دار حوالين الاجور والمرتبات اختزل في الحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور ده هو حد ادنى، يعني هو مستوى ما ينزلش عنه اي عامل، عارف ازاي، او اي موظف، لان ده يعني هو الحد الادنى. لكن المشكله هي في مستويات الاجور، لان الحد الادنى ده دول كتير مما اللي عندها تشريعات للحد الأدنى تجاوزته، لأنها بتدفع أكتر منه. فهنا المشكلة مش الحد الأدنى، المشكلة هي مستويات الأجور، وإن نتيجة لسياسة، إذا جاز التعبير معلش سامحني، الترقيع في السياسات، بنضيف هنا وندي علاوة هنا، يعني هي كلها كانت تحيلات ومسامات مختلفة لزيادة الأجر. طب ما نقول خلاص زاد الأجر بالقدر الفلان، فاحنا اللي احنا يعني بنحاول ان احنا نعمله دلوقتي ان الأجر هو الأجر، ويكون واضح ومحدد
يعني متوقع تقريبا سيادة الوزير يرتفع الحد الادنى للاجور يبقى كام؟ يعني في قبل كده اعلن ان في حكم صادر من المحكمه الاداريه العليا او محكمه القضاء الاداري بتحديد حد ادنى للاجور 1200 جنيه، هل هتوصلوا مرتبات ل 1200 جنيه كحد ادنى؟ لا حضرتك، لم يصدر عن المحكمه اي رقم، دي كانت اجتهادات من بعض الباحثين لم يصدر عن المحكمه اي رقم وليس من اختصاص المحكمة أي رقم، لكن المحكمة بتقول إيه؟ لابد من مراجعة الحد الأدنى للأجور يا جماعة من سنة 84 35 جنيه، صحيح بيزيدوا حسب العلاوات والمش عارف إيه والمنح وإلى آخره، ده زاد لحوالي 407، لكن أنا بعتقد أن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن خط الفقر اللي هو يمثل 656 جنيه حسب دراساتي أنا. لكن ده مش المشكلة بالنسبة لي، المشكلة هي مستويات الأجور. ما الناس تقول لك إيه، هل ده كافي لأسرة، هل ده، فإحنا لابد أن احنا ننظر في هيكل الأجور، نعيد النظر في هيكل الأجور في ظل حاجتين، الأسعار والإنتاجية. ما احنا ناسيين الإنتاجية كمجتمع مصري كمان بصراحة، يعني علشان برضو من خلال الناس بتسمع لك انت. طب والناس النهاردة هتقعد يا سيادة الوزير، عفوا دكتور سمير، يعني الناس هتقعد النهاردة في الشارع بقى، دي شايف سيادتك الاعتصامات والاضرابات في كل مكان والبلد اتشلت، الناس هتقعد في الشارع كده لغاية ما انتوا تشوفوا هتعملوا امتى الخطوات الخاصة برفع المرتبات او بتحديد حد ادنى او عمل البرامج الخاصة بالنواحي المالية ديت. معلش، ما هو الناس برضو ترجع لشغلها وتسيبنا نشتغل اذا كان عندهم ثقه فينا. اذا كان عندهم ثقه فينا ونحن نتبنى مصالح الناس، وانا لم تصل الى مكتبي شكوى او شكوى فئويه او شكوى من المحافظ او شكوى من وزير الا وتم الاستجابه لها يعني في ظرف 24 ساعه. سيبونا نشتغل يا ناس، يعني نرجع لعملنا كده، وزي الشباب بتوعنا المحترمين علمونا، علموا جيلي يعني على الأقل، إن احنا بالحوار نستطيع أن نصل إلى أقصى ما يمكن أن نصل إليه، لكن احنا واقفين في الشارع واللي له حاجة واللي مالوش حاجة عمال، يعني المسألة يعني الحقيقة اختلط الحبل بالنبي. لكن أنا عارف إن الناس تعبانة، وعارف ان الناس لها حقوق مشروع، وعارف ان لها مطالبات مشروع، وزي ما تفضلت عارف انه بيقول لك طب اشمعنى انا باخد فتات وغيري بياخد كذا، كل ده ممكن حله، كل ده ممكن حله، بس ادونا فرصه ان احنا نعمل في هدوء، في هدوء نسبي، يعني مش هدوء في هدوء عشان نقدر نحل هذه المشكله. طيب النهارده موضوع الاستمارات اللي بتتباع النهارده الخاصه بتوظيف الشباب، اولا هل الوزاره بتبيع الاستمارات دي ولا مفترض ان الاستمارات دي تكون بالمجان؟ ومدى جديه هذه الفكره، فكره تعيين الشباب في وظائف؟ يا فندم احنا كل اللي اعلنا عليه لان انت ما عندكش نظام للتشغيل في مصر. الدول الاخرى عندها مكاتب للتشغيل تتلقى طلبات التشغيل وتشوف فرص التشغيل فين، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص وتوجهها. ده ما عندكش في مصر بصراحة كده يعني. فأنت النهاردة أمام هذا الكم الهائل من الطلبات، احنا وصلنا أكثر من 500,000 استمارات، احنا لا نبيع استمارات، والمواطن ليس في حاجة لبيع استمارات، هو كل ما احتاجه ورقة بيضاء يكتب عليها أو يزور الموقع الالكتروني بتاعنا وهيلاقي استماره جاهزه يملاها. بس الناس انت عارف يعني، يعني انا فاهم الناس، الناس ما عندهاش هذه الثقه، مش متصوره مثلا ان انا حطيت 500,000 متقدم على الكمبيوتر وعارف دلوقتي مؤهلاتهم ايه وهنوجه. انا مش عاوز ازود الجهاز الحكومي بصراحه لان انت عندك 6,000,000 في الجهاز. صحيح صحيح. أنا عاوز أوجه للقطاع الخاص وهو في احتياج، وعاوز أوجه لو في فرص في الحكومة هنملاها، لكن دي مش عاوز أزودها بصراحة، إحنا 6,000,000، إحنا عندنا